ابناء هذه المدينة وعلمان من أعلامها ونزه بهما في هذه الرابطة والثقافة والتعليم الأكاديمي. المواد التي درسها في مرحلة البكالوريوس فكانت 12 مادة. يوم كنت رئيسا للقسم فهو رجل واسع الثقافة واسع المعرفة فضلا عن حضوره العلمي المتميز. أصول الدرس الأدبي، الفنون النثرية القديمة، الأستاذ المتمرس الدكتور مؤيد محمد صالح. تعلمت منهما الكثير وما زلت وأبقى أتعلم. الذي هو بمعنى آخر هو القاص أو الراوي أحيانا في كثير من القصص. نلتقي اليوم مع نخبة جميلة من مثقفي وكتاب وباحثي مدينة الموصل لتوقيع مجموعتي الجديدة ما تيسر من سيرة مسافر، وستكون هذه فرصة جميلة للقاء والحوار حول تطور الفن القصصي لدي والحياة الأدبية في الموصل والثقافية وتطورها منذ مرحلة بدايات السبعينات وحتى الآن، وهي فرصة جميلة جدا للقاء أصدقاء افترقنا عنهم سنوات. الأستاذ الدكتور مؤيد اليزبكي لديه من المواهب الكتابية الكثير، هو كان أستاذا جامعيا حقيقة له باع طويل في النقد وفي الأدب الجاهلي. اليوم لديه مجموعة قصصية ما تيسر من سيرة مسافر، حقيقة جمع فيها الكثير من القصص القصيرة الجميلة التي بلورت حياته منذ زمن بعيد. حقيقة مجموعة تستحق القراءة، مجموعة تستحق الاحتفاء بها هذا اليوم، وإن شاء الله نحن على موعد في رابطة العربية للأدب والثقافة فرع الموصل مع توقيعات جديدة لكتب جديدة لأساتذة من جامعة الموصل ومن خارج جامعة الموصل من أدباء نينوى. أقامت الرابطة العربية للأداب والثقافة في الموصل جلسة استضافت فيها القاص الأستاذ الدكتور مؤيد اليوزبكي، ومن خلال قراءة نقدية لي أنا دكتور أحمد جار الله وبتقديم أستاذنا الدكتور عماد عبد يحيى. الجلسة كانت حول مجموعته القصصية ما تيسر من سيرة مسافر، والتي ضمت 14 قصة قصيرة تناولت موضوعات مختلفة وكتبت بأساليب أيضا متنوعة. والدكتور مؤيد اليوزبكي قاص سبعيني، ويعني منجزه هذا القصصي يمثل حصيلة سنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال الإبداعي.